ان نقول بان فيه اجراءات حاليا باش تكون تعديل القانون. القانون راح يتعدل، والمادات اللي رايحين يدخلوا في القانون الجديد فيما يخص محاربة الظاهرة راح تكون أقوى وأقوى، ونظن باللي الإخوان اللي يفكروا في العنف في الملاعب لازم يعودوا إعادة النظر في العقلية هذه، لأن راح تكون من مصطاد للحراش مباشرة. مباشرة بمعنى هناك إجراءات، عندك معلومات إجراءات يعني؟ أنا نفكر في والي كان الله يرحمه، والي كان باطل لعب الفريق الوطني، والي كان شكون ما يعرفش والي كان، جاي لصطاد بالطونوبيل تاعو مع السائق، دخل له واحد نحالو نواضرو عماه 3 شهور هو رايح جاي للسبيطار على جاله، وزيد كي حب يخرج ضربه. هذا ماهوش ماهيش رياضه، ماهيش ما عندها حتى. اذا لازم الضرب بقوه. انا هذه هي اعتباري، ان الضرب لازم يكون بقوه. مصطفى بيرا ماشي حتى غير ضد هاد الناس هادو،